لو الحكاية فيها إن فيتو وإنتاج جيد إن شاء الله من السنة طيبة. يعني أعتقد إن حاول تصلح الآن، لكن في حقائق أساسية لابد أن تكتفي فيها النقاط. أي زميل يستشهد أثناء واجبه لابد أن يكون عضوا عاملا في صدر وضع مكانه. هذه قضية مرحومة ولا ينبغي التلكك. اثنين، من حق هذه الدولة معاش ثلاثة، حقها أن تقرر باعتبارها أحد الذين ماتوا في أداء هذا الواجب. النقابة قراراتها الأولى كانت قرارات غير مرضية بالمرة، قرارات تتعلق بالروافع الروتينية، ونحن إذا حد لا يتكرر في الشروط، مش كل حقيقة تشهد دفاعا عنه. منع غير الذين يعملون من طبقة